بكرة دعاء الصبح. شو بابا مش عارس غدوة؟ بركي لي كيف كنت سلعزين. أيه قوموا كل واحدة تشوف شنو تعمل. شنو اللي جاكم غريب؟ في بالكم بيبي شي عرس؟ قال هيركم بفمه يا عادة يا أخي نزيها. الطفلة داخلة خارج على دارنا وحسبينها واحدة منا وأمنين على أسرارنا. وانتي نورمال؟ الطفلة محسوب صاحبتك وروح والعقل فيك في الأخر تطلع هي اللي لعبت ملعب على أبوك. وانتي نورمال؟ ما تحركت فيك حتى شعر. شفتني أنا كيف تقلع لي الجلدة بتاعي؟ ما عادش نحس، قلبي ميت. اي قوموا البنات فرغوا فلي جيتكم. وانت يا اللي راضي بك شنو تدخل الكوجينه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. على السلامه نادي. على السلامه نادي. اي مرحبا بكم، هاكم جيتوا. اي طولوا بالكم يا جماعه، هذاك اللي كتب والطفل حسيبها مولاها. قلت لهم يا وليدي من هاك النهار كان غادرت غادرت روحها. احنا ولاية صحيح وعديتها علينا، اما ربي وين باش تهرب منه. امي زعما شنو طيب؟ ها ايش حبوا تاكلوا يا جماعه؟ نقلي لكم كعبة حوت؟ تكلموني جاوبوني. امي بربي شنو طيب؟ انا باش نقوم نتكى في بيتي. وانتوا عملوا لي ظهر لكم باهي ملا خل نجي معاك ونشوف اش فما في الكوجينه. ترى قولي ماشي الخطبة فدوى؟ تي ولا صداق فرد مر ليه؟ ليه العروس هكا حب؟ قال مستعجل، ماذا بيه ورقه يحضروا في اقرب وقت. ما الاسمى برداوش في البسكس وتكوتشيش هكا وانت ماشيه ولا ما عينيش؟ بالحق ما نجوش خلي يومي وحده. هاي على كيفك. داركم سمعوا بعرس بابا؟ دي البلد كل سمعت. العروسه الصباح حملت حمام بزازه شرق عاد الدنيا. غسلت الجبانه ان شاء الله. راجل اختك فرحان عاد المره هذه ولا يمشيش يحقرهم دار العروس كالعاده؟ لا لا ما تخافش، المره هذه باش يقطع حوايجه. مش مصدق اللي بنته خذت له طبيب. لوسك اللي في فرنسا؟ ما عنديش غيرها. بنتها باش تاخذ طبيب؟ اليوم كتبان الزداد دار اختي راجعين بعد نهارين والعروس باش يخلط عليهم لفرنسا باش يتموا العرس غدا. قال ناوي يكمل يعمل اختصاص. من البلاد ولا من بعيد؟ تي ولد رشيد ولد العوين اسمه هو فاروق. ظهر لي قريت انت وياه في الليسي.